السلام عليكم. هل في يوم حصل لك إن في حد من الكول سنتر أو حد من الموظفين في الشركة كلمك بالليل وقال لك إن في فيلير أو الأبليكيشن مش شغال عندي، أو الداتا سنتر حصل لها مشكلة، أو الكهرباء حصل لها باور أوف على كل داتا سنتر، أو اليو بي إس فيه مشكلة، أو في سيرفرز معين حصل له داون، أو ستورج الكونكتيفيتي بتاعتها وقفت، او في سيرفيس معينه مش شغاله، او انترنت كونكشن مش شغال، او خطوط انترنالز مش شغاله، سويتش حصل له فالير، باك بون، فاير وولز، لوب بالانسر، كل الكومبوننت ممكن تحصل. ممكن يحصل لك زلزال في المنطقه كلها، ممكن الداتا سنتر يحصل لها حريق، ممكن الكهرباء تقطع عن المنطقه كلها والجنريتور ما يشتغلش واليو بي اس. كل دي مشاكل ممكن تحصل لك وتحصل للكل وحصلت للكل وهتحصل. شركات كبيرة بتحصل لها زي أمازون وفيسبوك وجوجل ولينكد إن وتويتر وكلهم، وكلنا بنيجي في أوقات كتير قوي بنلاقي مع سبيل المثال أوفيس 365 حصل له داون، فيسبوك مش قادرين نكومنيكيت معاه، تويتر، واتساب أو غيره. فكل دي مشاكل ممكن تحصل لك وهتحصل، وحاجة تعتبر مش هقول لك عادية لكنها متوقعة. فإحنا النهاردة عاوزين نحافظ على الهاي افيلابيلتي الخاصة بالداتا سنتر بتاعتك، السيرفيس الخاصة بيك، عشان ما يبقاش منظرك زي ما احنا شايفين في الصورة ويحصل لك ديزاستر وتنام بالأيام في الداتا سنتر عشان تحل المشكلة دي. المرة دي مش هنتكلم على هاي افيلابيلتي سيناريوز اللي احنا كنا بنعملها المرة اللي فاتت وريكومنديشنز، وعشان نعمل كلاستر ونعمل هاي افيلابيلتي ونعمل لوب بالانسر ونعمل ريد وغيرها من الحاجات اللي احنا بتحاول تحمينا وبنبنيها عشان نحاول نقلل الداون تايم عندنا ونحاول نوقف كل السيناريوز اللي دي عندنا. لكن دلوقتي الكورس اللي احنا هنتكلم عليه حاجة مختلفة تماما. الكورس اللي هنتكلم عليه حاجة اسمها كيس انجينيرينج. كيس انجينيرينج هي حاجة ضد كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية. الكيس انجينيرينج دي عبارة عن فكرة كده ان احنا بنعمل سيميليت بالفيلير الخاص بينا. مش هننتظر الفيلير يحصل، لا، ده انا هعمل الفيلير ده حقيقي، هنفذه عندي، هعمل سيناريوهات الفيلير بتاعت على مستوى سيرفرز، على مستوى ستورج، على مستوى ابليكيشن، على مستوى يوتيلايزد نتورك، سي بي يو، ميموري، سيرفيس داون، اب، وهكذا. هعمل السيناريوهات دي ليه؟ هل انا عاوز اوقف الداتا سنتر بتاعتي؟ هل انا عاوز اعمل دامج للسيرفيس؟ عاوز اعمل داون للسيرفيس عندي؟ لا طبعا. لكن انا بعمل السيناريوهات ديت عشان اشوف الريسبونس والبلان اللي انا كنت حاططها عندي، وكنت عامل كلاستر من السيرفيس، وكنت عامل لوب بالانس، وكنت عامل ريدندنس من السيرفر ده، وكنت عامل باك بون ده تو سويتش، وكنت عامل اب لينك من اكتر من شركه، عشان لما يحصل لي ديزاستر او يحصل لي ديسكونكت هيكون عندي سيرفر تاني او سيرفيس تانيه تغطي لي الداون تايم بتاعي ده. لكن هل الكلام ده يحقق في الواقع؟ ما نعرفش. وطبعا ان انت تنتظر ان الواقع يحصل، احب ابشرك ان في اوقات كتير جدا من تجربه شفناها كتير جدا، السيناريو اللي انت بتكون عامله نسبه كبيره ما بيحصلش، بيشتغلش بالشكل الامثل اللي احنا كنا رسمينه. هتلاقي في واحد كده في النص ناقص حاجه، في واحد نسي كونفيجريشن بسيطه، في واحد عمل شيء ما هواش الستاندرد اللي احنا كنا بانيين عليه، هتلاقي في واحد عمل انترنال كونفيجريشن كده ما قلناش عليها، ولما عملنا ديزاستر ما اتنقلتش معانا، في واحد قافل بورت معين، في واحد مش عامل انيبل للفي لان دي على المكان الجديد او السيرفرز الجديد، في واحد مش فاتح بورت للسيرفر ده اللي هو الثاني او اللي موجود في الكلاستر بتاعك عشان يشتغل، فاتح بس على اول سيرفر، وغيرها من الحاجات كتير قوي. بنلاقي في حالة الواقع لما نيجي نكريت السيناريوهات بتاعتنا بنلاقي ان في خطأ كبير جدا او مش معمول له تيست بشكل سليم. حتى عشان كده الحاجات لما الناس تاخد الايزو في الكونتينوس هتلاقي ان الناس كونتينوس في الايزو هو واحد بيجي معاك يعمل يعني فيل اوفر لسيرفيس معين ويشوف هل هي بتشتغل زي ما احنا كنا رسمين، هل الديزاستر والدي ار بتاعك ده بيشتغل، هل الهاي افيلابيلتي ده اصلا بيشتغل، ولا هو بس كونفيجريشن لما نيجي. لكن لما نيجي نطبقه في الواقع بنلاقي ان في نتائج غير اللي احنا متوقعينها تماما عندي. لذلك في عند حاجه جديده جدا في العالم موجوده من بعض السنين اسمها كيس انجينيرنج. كيس انجينيرنج دلوقتي هي كونسبت وتكنولوجي، لها ريسورس، لها كتب، لها تولز، ليها حتى وظائف موجوده عندنا في الشركات الكبيره في ديبارتمنت خاصه بالكيس انجينيرنج. وظيفتهم ان هم يروحوا يعملوا سيناريوهات للفيلير وينفذوها في الواقع، مش بس حاجه مكتوبه في ورق، لا، ده احنا هنكتبها هننفذها ونشوف هل اللي احنا كنا متوقعينه كنا عاملين بلان ان احنا كان السيرفر بتاعنا ده اللي حصل له داون،
نقدر نعمل له ريكفري خلال فترة معينة. هل ده حصل بالفعل ولا لقينا ان هو خد وقت اطول، او السيرفيس نفسها ما اشتغلتش بعد ما عملنا الفلوفر وعم حصل ديزاستر عندي؟ هل الداون تايم اللي احنا اتكلمنا عليه الاس اللي انت متفق معاها مع الكاستمر او حتى مع الشركه بشكل داخلي مع المديرين ان انت يبقى ماكسيمم كام ساعه؟ هل بالفعل لو عملت السيناريو دلوقتي هحصل له فيلير؟ هل هرجع بعد كام ساعه ولا هاخد وقت اكتر، ولا هلاقي ان في مشاكل عندي في الريسورس، مشاكل عندي في الكوميونيكيشن، مشاكل كتير قوي مش متوقعه طبقا للي انا كنت رسمه؟ واللي انا رسمه ده كله مش هقدر اتاكد منه ان هو هيشتغل الا اذا طبقته في الواقع. لذلك هتلاقي ان في دلوقتي الكونسبت اللي هنتكلم عليه ده مهم جدا عندك، وتكمله للكورس اللي فات الخاص بالهاي افيلابيلتي، حتى هو يعتبر جزء تكمله، وهو ده يعتبر جزء الفيوتشر اللي انت عشان تطبق الكلام ده في الواقع وتشوف هل السيناريوهات بتاعتك ديت هتشتغل بشكل سليم او لا. دايما هتلاقي الكيس انجينيرنج جايبين فيها القروض دي، حتى هتلاقي كاوس مانكي هي يمكن اشهر تولز موجود عندنا من 2011 بتستخدمها نتفليكس شكل ما هنشوف، عشان تقدر تعمل سيناريوهات الفيلر. هي الفكره ببساطه ان الكيس انجينير احنا عارفين قرد، القرد ده عمال يتنطط في كل حاجه وعمال يخبط ويشد ويضرب في كل شيء. لو انت فرضت كده ان انت جبت قرد ودخلته الداتا سنتر بتاعتك وقفلت عليه، ايه اللي هيحصل؟ تصور القرد ده عمال يدخل يكسر في السيرفرز، يشد الكابلات، يقطع فيها، يتعلق، يطلع فوق داتا سنتر، ممكن يفصل كابل باور، ممكن يفصل كابل نتورك، ممكن يفصل كابل ستورج، ممكن يوقف سويتش، ممكن يفصل اليو بي اس، ممكن يوقع سيرفرز، يشد هاردات، اي شيء. هل السيناريوهات دي انت عملها عندك سيناريو؟ ممكن تقول اه ده انا عامل ستورج عنده هاي افيلابيلتي، عامل ريد على مستوى الهارد، عامل ريدندنسي على مستوى الكنترولر، السيرفر بتاعتي انا عامل كلاسترنج على مستوى الفيرشواليزيشنز، الابلكيشن بتاعي عامل تو كلاستر، اللوب بالانسر وغيرها. اه جميل، ممكن تبقى عامل السيناريوهات دي كلها، حتى الباور عامل يو بي اس وعامل كابل جنريتور واحد من يو بي اس وي وي وي. طيب هل الكلام ده اتطبقت في الواقع؟ هو ده السؤال. طبعا انا بحترم رايك وبحترم السيناريو اللي انت عامله، وان انت شفت الكورس اللي فات والدنيا وضحت عندك في السيناريوهات، وانت راجل رائع رحت نفذت الكلام ده كله. لكن هل انت رحت مثلا عملت ديزاستر، فصلت الكهرباء وشفت ان يو بي اس اشتغل وبعد كده الجنريتور ولا لا؟ يعني اقول لك فينا في الموضوع ده بيحصل مشاكل كتير، تلاقي ان اليو بي اس اشتغل لكن الجنريتور ما اشتغلش وحصل ديزاستر، او ان ده فصل وده ما اشتغلش، او العكس، او سي في سيرفر كنت عملت له داون لكن الماشين زي ما اتنقلتش على السيرفر التاني بشكل او باخر في نقل الريسورس، او هي اتنقلت لكن النتورك اللي موجوده الفيران مش موجوده على السيرفر التاني ده، فبالتالي الماشين اتنقلت لكن مش قادر تعمل كوميونيكيشنز، او اتنقلت ومفيش ريسورس على مستوى السيرفر التاني وحصل داون جريد للريسورس، او ان هي اتنقلت على سيرفر تاني لكن السيرفر ده مش مفتوح للبورت على السويتش الاي بي بتاعه، وغير حاجات كتير قوي هنشوفها في حياتنا وشفناها وهتشوفها. ده حاجات مش عاوز اقول لك يعني ان انت هتتلافاها، لا احنا مش يعني بتحصل في احسن الاحوال وبتحصل في اكبر داتا سنتر على مستوى العالم، لكن ازاي احنا نحاول نقلل الريسك اللي موجود عندنا؟ ازاي ان احنا نقدر نطبق الكلام ده في الحقيقه عشان نشوف هل هو بيتنفذ بشكل سليم طبقا اللي احنا راسمينه او لا؟ فدايما هتلاقي القرد ده هو معاك دايما في كل الكورس، اللي هو بيعمل لك مشاكل ويشوف هل انت السيناريوهات بتاعتك بتاع الهاي افيلابيلتي بتغطيها او لا. انت بالفعل هتعمل السيناريوهات بتاعتك شكل ما هنشوف دلوقتي، وهنلاقي ان السيناريوهات دي موجوده جاهزه عندك، ممكن تبنيها بايدك في تولز عندك بتعملها. الكورس بتاعنا هنلاقي متقسم الى 4 فيديوز. اول فيديو اللي بنتكلم فيه دلوقتي على الانترودكشن على الكايوس انجينيرنج، الهيستوري بتاع الكيس انجينيرنج، ازاي ممكن نستخدمه، مين التيمز اللي ممكن يشتغل معاك، ايه التولز اللي ممكن نستخدمها والريسورس الموجوده حاليا، وحتى الشركات هناخد بريف كده على الشركات الموجوده في الماركت دلوقتي اللي بتقدم السيرفيس ديت او بتستخدمها. بعد كده هنشوف الجزء الثاني اللي هو خاص بلاب، هنعمل لاب لتولز معاده من تولز الكايوس انجينيرنج ونعملها انستليشن. في الجزء الثالث والفيديو الثالث هنعمل تطبيق للكلام ده كله، هنعمل سيناريوهات للفيليرز عندي على مستوى الكونتينر او على مستوى الفيرتشوال ماشين او على مستوى الهارد ديسك او النتورك، او ان احنا نعمل هاي يوتيلايزد على مستوى السي بي يو او الميموري او الاستورج الخاص باي سيرفرز، ونشوف ايه الريسبونس، ونشوف ايه اللي هيحصل في حاله ان الماشينز دي او السيرفر ده سواء فيزيكال او فيرتشوال او كونتينر او سنتر او غيره، سيناريوهات كتير قوي لينكس او غيره، ونشوف ايه اللي هيحصل عندي. واخر فيديو هنشوف ايه النكست ستيب اللي ممكن تبدا بيها
على تي اس انجينيرنج. معكم خالد دسوقي، انا انتربرايز اركتكت وادفايزر وديجيتال ترانسفورميشن، يعني اللي يعرفني يعرف انت عندي كذا بلوجر بكتب فيها، في ام ان كونتريزيشن واكاديميه، وانا في ام وير في اكسبرت من 2013 حتى الان، ومسؤول عن الكوميونتي ومؤسس الكوميونتي الخاص بالفي ماج ودوكر اوفيشال كوميونتي في المملكه العربيه السعوديه. نبدا اول حاجه كده، وات از كيس انجينيرنج. كيس انجينيرنج طبعا في كلام كتير قوي ممكن تسمعه عندك، لكن هو الموضوع بسيط جدا، ان هي الكيس انجينيرنج عباره عن احنا بنعمل سيناريوهات وسيميليشن الفيليرز اللي موجود، اللي السيناريوهات الفيلير اللي ممكن تحصل لك. هيحصل لك، مفيش مكان انه ما فيهوش فيلير هيحصل، ده حاجه ما فيهوش خلاف فيها. طيب انت هيحصل لك، هتقول لي انا مأمن نفسي بواحد اتنين تلاته، زي ما قلنا انت راجل مذاكر وراجل فاهم وراجل عارف، فراجل جاهز ان انت لما يحصل لك ديزاستر من اول بقى مستوى النتورك ولا كابل ولا سيرفرز ولا ستورج ولا داتا سنتر ولا باور ولا نتورك ولا داتا ولا ابلكيشنز، كل السيناريوهات دي انا حاططها في دماغي وعامل لكل سيناريو للكفر لي عشان احل الميتيكيت للايشو اللي عندي لي. طيب هل الكلام ده طبقته في الفعل؟ لا. وهنا بقى دور الكيس انجينيرنج، انا هنا معاك عشان نطبق السيناريوهات ديت عندي ونشوف عندي ايه اللي هيحصل. السيناريوهات ده نطبقها، ممكن تطبقها كده براحتك زي ما نشوف، انت تعمل سيناريو كده وتطبقه، او انت ممكن تستخدم تولز جاهزه عشان تعمل السيناريوهات دي، سواء بقى ابلكيشن فيلير، سواء نتورك فيلير، انفراستراكشر ديبندنسي، يعني اكتف دايركتري ستوب فالسيرفيس الثاني ايه اللي يحصل لها؟ هي السيرفيس نفسها زي الاكسنج ما وقفتش، لكن الاكتف دايركتري وقف، حصل عندك الباور الريسورس نفسها اللي ممكن موجود على سيرفر حصل لها هاي يوتلايز على مستوى السي بي يو او الميموري او الاستورج او النتورك، او حصل لك ديسكونكت في كابل او ديسكونكت في ستورج او كده. السيناريوهات دي كلها لا تنتهي. فاكرين احنا كنا عملنا ما يقارب 40 سيناريو في كورس الهاي افيلابيلتي، هنشوفهم النهارده برضه، ممكن تستخدمهم عندك عشان تطبقهم وتشوف هل هو حصل عندي الفيلر هو. طيب هل انا حصلت ان انا السيناريو بتاعي كفر ليه وما حصلش داون تايم، او حصل داون تايم لكن في المعقول طبقا للارقام اللي انا كنت متفق عليها في الاس ال اي ولا لا؟ فده فكره الكيس انجينيرنج، تتنفذ تعمل سيميليشن للواقع للسيناريوهات الفيلر عندك وتشوف ايه الريسبونس وتشوف ايه الدنيا عندك. ليه كل الكلام ده كله؟ عشان يعني هنشوف كده مقلمه في الاخر هنشوفها وحكمه كده بستخدمها في الموضوع ده دايما، يقول لك العرق في التدريب يوفر الدماء في المعركه. احنا نتعب هنعمل سيناريوهات ممكن تحصل طبعا تاثير عكسي، ممكن فيلير وممكن تعمل لنا مشاكل. طبعا السيناريوهات ده نطبقها في اوقات يكون ما فيش شغل او بعد الوركينج اورز او يوم جمعه بالليل او شيء عشان ما يحصلش اي افكت، لكن صدقني هتكتشف كوارث كتيره جدا لما تيجي تعمل السيناريوهات دي. هتلاقي في حاجات عندك ايشو موجوده لكن انت ما كنتش هتشوفها الا لما تيجي تطبقها بالفعل، فهتلاقي ان ده بيوفر لك كوارث هتكون العواقب بتاعتها اكبر بكتير جدا ما انت تعملها دلوقتي. انت دلوقتي بتعمل سيناريو وانت عارف ايه الخطوات وعارف ايه اللي انت اكسبكتيشنز وعارف ايه الحاجات النورمال والنورمال في حاله ان انا عملت المشكله دي وعندك كفر ليها، فلما يحصل حتى المشكله دي تكبر او حاجه فانت بتشتغل باريحيه، مفيش عندك ضغط، مفيش عندك ناس بتسالك ايه السيرفيس داون وليه واحنا عندنا شغل والشغل واقف، هنستخدم وقت يكون بعيد عن الشغل عندي، فانت يكون عندك اريحيه في التعامل وتحل المشكله ديت عندك، بعكس ان انت لو حصل لك المشكله دي في نص اليوم وعندك سيرفيس وعندك عملاء وعندك فلوس بتخسرها عندك في توتر كبير جدا مش عارف ايه سبب المشكله ومش عارف ليه ما اشتغلتش بالشكل المقبول، ويبقى عندك مشكله كبيره جدا وضغط نفسي وضغط من كتير جدا وعواقب كبيره جدا عليك. لذلك انا هعمل السيناريو ده قبل ما يحصل لي عشان احله بالشكل الامثل واشوف لو حصل لي مشكله فيه اكبر، اوكي ما فيش مشكله انا معايا وقت ومعايا تايم وجاهز وريدي وعارف ان انا ايه اللي هعمله وهتعلم، ما تبقى ليسر ليرن عندي في الحاجات الجديده اتعلمها واحطها ازودها في البلان بتاعتي، اشوف ده في نقص في الكلاستر بتاعي، ده في نقص في الكونفيجريشن، ده في نقص في الكونفيجريشن بتاع النتورك، ده في حد عامل الكونفيجريشن غلط. الحاجات دي بتحصل وهتحصل كتير وشفناها ياما كتير جدا عندنا. فده فكره الكاوس انجينير. الكاوس انجينيرنج فكرتها جت من شركه نتفليكس اللي احنا كلنا عارفينها. احنا عارفين نتفليكس هي عامله الداتا سنتر بتاعتها، هي ما عندهاش داتا سنتر بالفعل، هي هوست الكول سيرفيس بتاعتها على امازون. يمكن لو انت تعرف المعلومه دي من اول ما تاسست نتفليكس. نتفليكس اغلب السيرفيس بتاعتها كونتينر لكن فيها طبعا ستورج وفيها سيرفيس وحاجات كتير قوي.
لكن بصفة عامة هي بتعتمد على المايكرو سيرفيس أكتر حاجة، لكن ده مش هيفرق معانا في شيء. الفكرة كلها إن نتفليكس في 2011 كانت بتحاول تتست الهاي افيلابيلتي والاس ال اي بتاع امازون. يعني احنا خدنا السيرفيس دي من امازون، امازون متفقة معانا ان هي هتدينا السيرفيس بشكل اس ال اي برقم معين. طيب هل الكلام ده يتطبق في الواقع؟ هل ان انا لو حصل لي فيلير في ستورج او سيرفر او نتورك او كونكشن او غيره، هل امازون هتديني السبورت اللي احنا متفقين عليه؟ هل هي هتديني الاس ال اي بمعنى اصح اللي متفقين عليه ولا لا؟ لذلك عشان يحاولوا يسيميليت الموضوع ده كله، طبعا هم ما عندهمش يعني اكسس على الليف الخاص بالباك اند بتاع امازون، هم في الاخر كاستمر. لذلك هم عملوا بعض التولز اللي بتعمل سيميليت للفيلير للسيرفيس بتاعتهم على امازون ويشوفوا الريسبونس بتاعتها عامل ازاي. في 2012 حصل فيلير في الكهرباء بتاعت احد الداتا سنتر في امريكا الخاصه بامازون، وحصل ديزاستر لنتفليكس ودروب بوكس وبعض الشركات. فده من الحاجات اللي كانت حصلت في امازون. طبعا دي حصل بعد ما كانوا بيعملوا كاوس انجينيرنج لفتره طويله، لكن ده في يعني حاجه من الحاجات اللي بقول لك شركات كبيره بيحصل لها ديزاستر. فهي طبعا نتفليكس مش هتنتظر ان الكارثه تحصل ويشوفهم، لان هي طبعا عندها عملاء وهتخسر كتير جدا اكتر من ممكن الاس ال اي اللي تكون مطلوبه من امازون. امازون ممكن تعمل لها مثلا اس ال اي في غرامه ماليه، لكن نتفليكس كسمعتها والكاستمر اللي شغال 24 ساعه ستريمنج، اي داون تايم او اي افكت بيحس بيه الكاستمر بشكل كبير، وفي عواقب لسمعتها والسيرفيس والاس ال اي الخاصه بينها وبين الكاستمر اكبر كتير جدا من الاس ال اي وبينها وبين امازون. لذلك هم عملوا تولز بيسموها الكاوس مانكي او سايمون ارمي مانكي، باكتر من تولز هم اللي عملوها عشان يحاولوا يعملوا سيميليت للفيلير على السيرفرات الخاصه بيهم اللي هي بالفعل سيرفرات امازون. ده هيستوري. طبعا بعدها كل الشركات عملت الموضوع ده، هنلاقي ان فيسبوك عندها تيم كامل الموضوع ده، جوجل، امازون نفسها، لينكد ان، غيرها كتير قوي. كل الشركات الكبيره بلا استثناء في العالم بقى عندها ديبارتمنت خاصه بالكيس انجينيرنج، بتطور تولز او بتستخدم تولز وتطورها او بتعمل سيناريوهات طبقا للاحتياجات بتاعتها، لان طبعا كل شركه لها احتياجات مختلفه، وبتطبق التولز ده في الواقع، بتشوف ايه التاثير بتاعها، هل هو طبقا للي احنا متوقعينه او لا. فمش نتفليكس بس، لا نتفليكس اول ناس عملت الموضوع ده كله، لكن هنلاقي عشرات التولز وعشرات الشركات اللي بالفعل سواء هي بتعمل تولز عشان تستخدمها او هي بتعمل تولز عشان بتبيعها، او طبعا ده قليل شويه، اغلب التولز اتس اوبن سورس. حتى كل الشركات الكبيره اللي عامله تولز يعتبر هي سايباها اوبن سورس مش بتاعها. كيس انجينيرنج هو طبعا في ناس بتسميه حاجات كتير قوي، لكن في بعض الامثله كده ان هو الكيس انجينيرنج هو عامل زي المصل اللي هو التطعيم اللي انت بتاخده عشان يحميك من الامراض بعد كده. اوكي، ده كلمه الفاوندر بتاع جيرمن ده، هنشوفها ان هي احد الشركات اللي بتبروفايد الكيس انجينيرنج تولز، بس هي كوميرشال، والراجل ده اساسا هو كان من احد الناس شغاله فيسبوك ونتفليكس او جوجل اللي بيعمل الكيس انجينيرنج. بارك السي تي او بتاع امازون اللي بيتكلم على السيناريوهات اللي بتحصل، فيلير اللي هو بيحصل في اي مكان عندي، يعني ان احنا لازم تتوقعه، لازم هيحصل في كل مكان، لازم هيحصل في اي وقت. فلذلك لازم تكون عامل السيناريوهات بتاعتك جاهزه ومعمول لها تيست بشكل تمام. وهنا الكيس انجينيرنج بعض الناس تقول لك انا خايف منه اعمله، طب ليه هعمله؟ ده هيحصل له مشكله. هنا الكيس انجينيرنج مش هو اللي هيعمل لك مشكله، ده هو اللي هيحل لك المشاكل بعد كده لما تيجي تعمله. انت عارف المشكله وعامل الافكت بتاعها هيحصل ايه ومسيطر عليها. ليه الكلام ده كله؟ عشان تقدر تسيطر عليها لما تحصل في الواقع في اسوأ الاوقات، اللي هي دايما تلاقي الداون تايم دايما بيحصل في اوقات زيرو الشغل عندك. طبعا ديت احد اللي شغالين في نتفليكس في سينيور كيس انجينير، شايف التايتل ده، ممكن تدخل لينكد ان كده وتعمل سيرش على كيس انجينيرنج وتشوف الوظائف الموجوده بره على هذه الوظائف. يمكن لسه في الميدل ايست مفيش طلب على الموضوع ده، تشتغل كده بشكل يعني مانوال كده الكونسبت ده، مفيش كونسبت اسمه كيس انجينيرنج، وان كيس ان احنا بنعمل الحاجات دي من زمان بس بشكل كده بدائي وبسيط بشكل يعني تطوعي او بشكل فردي طبقا للانفورميشن اللي احنا عاملينها، عامل زي السيناريوهات اللي انا كنت عاملها لكم زمان ال 40 سيناريو، هي ممكن تعتبر دي كيس انجينيرنج، لكن احنا كنا وقتها بنعملها من قبل ما نعرف يعني ايه كيس انجينيرنج اساسا. طيب لما اجي اعمل كيس انجينيرنج دلوقتي،
او ايه الحاجات السكوب اللي انا ممكن اعملها. هتلاقي ان عندك هنا السكوب بتاعك ممكن تعمله على مستوى الابلكيشن، على مستوى الداتا، على مستوى الانفراستراكشر اللي هي السيرفر، الاستورج، النتورك، الداتا بيز، الباور، الكوميونيكيشن، الفاير وول، لوب بالانسر، الكهرباء ككل، كل شيء. والابلكيشن اتس ابلكيشن، عارفين على مستوى الابلكيشن، عامل كلاستر على مستوى الابلكيشن كداتا بيز مثلا، او فرونت اند ابلكيشن وعامل لوب بالانسر بينهم، في سيرفيس حصل لها داون هعمل هاي يوتلايز على الابلكيشن ده واشوف ايه الريسبونس بتاعته وهكذا. طيب في حاجه كمان هتلاقي بيبول. ايه البيبول ده؟ ازاي هنقدر نعمل سيناريو على البيبول؟ هو بالفعل انت لما تيجي لو تفتكر الكورس الهاي افيلابيلتي كنا بنتكلم ان انا لو حصل لي ديزاستر عندي فبعمل سيناريوهات للكفر عندي من الداتا سنتر. طيب كنا بنعمل حاجه بتعمل اسمه بلاي بوك كده، بتكتب فيه كل واحد هيعمل ايه لما يحصل له ديزاستر، وهتنقل من الداتا سنتر، هتنقل في الدي ار. فبلاقي كده عامل بلاي بوك، بقول اه بتوع النتورك هيشتغلوا الاول، بتوع الابلكيشن هيشتغلوا بعد كده، بتوع الانفراستراكشر هيشتغلوا بعدهم، وهكذا ترتيب معين. كل واحد هيعمل تاسك معينه لان في ديبندنسي على حاجات، لازم النتورك، لازم الفيلان، لازم الستورج، لازم الحاجات تكون ريدي، بعد كده الانفراستراكشر يشتغلوا، شغل اكتيف دايركتوري والدي ان اس والدي اتش سي بي والحاجات دي كلها، وبعد كده الابلكيشن ليفل يشتغل. هنا الترتيب مهم قوي، هنا الاشخاص لازم كل واحد عارف هيشتغل ايه وفي وقت قد ايه وايه السكوب الخاص بيه، عشان ما يحصلش الناس تشتغل بشكل عشوائي ويحصل فيلير، واحد يشغل سيرفيس الاول قبل سيرفيس تاني ما تشتغلش، واحد يشغل ابلكيشن قبل الاكتيف دايركتوري والدي ان اس، فبالتالي مش هيشتغل، وهكذا في هنا عشوائيه ممكن تحصل. فانا هنا لازم اعمل السيناريو ده واشوف ايه اللي هيحصل عند الناس، تشتغل بشكل سليم طبقا للكلام اللي احنا عاملينه ولا لا. وحتى لو احنا مش اشتغل بشكل سليم طبقا للسيناريو بتاعي، هل هو اشتغل بشكل سليم؟ يعني البلاي بوك اللي انت عامله ده بتلاقي ان ممكن في الاخر لا، ده في احد السيرفيس كنا لازم ندخل فيها ناس من ديفرنت تيم، هنلاقي في ان في احد السيرفيس محتاجين الفيندور فيها، هتلاقي في احد الستيبس محتاجه وقت اكتر من الوقت اللي انا كنت متوقعه عندي، وهكذا. في احد الحاجات ممكن تاخد وقت طويل، في حاجات لما كنا بنشغلها لقينا ان هي فيها ديسكونكت مع حاجه تانية، فبالتالي عاوزين ندخل واحد تاني من تيم تاني. هتلاقي ان انت في ترتيب بيتغير، هتلاقي في وقت بيزيد، هتلاقي في سكوب يتغير عندي، اشخاص دخلوا جداد، الحاجات دي وراك لازم سيناريو بتلاقي فيها. عشان كده هتلاقي هنا الاشخاص جزء من الكيس انجينيرنج، ما هياش بس حاجات كلها تكنيكالي وتولز. اوكي، فايه الحاجات اللي ممكن نبدا فيها؟ قلنا الابلكيشن فيلير، هوستنج فيلير، ريسورس اتاك. ريسورس اتاك هنا مثلا لو مش هتعمل يعني شت داون للسيرفر، لكن ممكن اعمل يوتلايز، هاي يوتلايز على احد السيرفرات، هشوف هل ان انا السيرفيس ديت الناس اللي بتكومنيكيت معاها تنقل لسيرفر تاني، هل السيرفيس بتاعتي لو مثلا حصل يوتلايزد عالي على مستوى سيرفر مثلا في ام، هل الدي ار اس بيشتغل؟ هل السكادجول بيشتغل على مستوى الكونتينر؟ الميموري نفس الموضوع، الاي او الخاص بالستورج، الليتنسي الخاص بالنتورك، الحاجات دي كلها لما اجي اعملها عاوز اشوف الامباكت بتاعها على السيرفيس هيحصل ايه، وهل ان انا عندي كفر ليها ولا لا. طيب التولز طبعا كلنا مشجعين، طب ايه التولز اللي ممكن استخدمها؟ بص الموضوع هنا بسيط قوي، اول حاجه ان في عشرات التولز موجوده عندك كلها فري، يعني 99% منها فري ما عدا واحده دلوقتي اللي موجوده عندك كوميرشال اللي هي جيرمن، لكن عندك الموضوع السايمن ارمي اللي على الجنب ده، او كاوس مانكي، الاثنين دول اللي بتوع كاوس انجينيرنج الخاص ب نتفليكس، هتلاقوا موجودين على جيت هاب فور فري، هتلاقي فيسبوك عامله، جوجل عامله، شركات كتير عامله، في ام وير نفسها عامله اسمها مانجل. اوكي، في عشرات التولز الموجوده عندك، اكتر من 30 تولز موجوده دلوقتي في الماركت على موضوع الكاوس انجينير، في منها حاجات فري ومنهم حاجه واحده اللي هي جيرمن اللي فوق ديت، تعتبر دي حتى سيلف سيرفيس، هي بتعمل لك الموضوع ده، وحتى اللي مؤسسينها ناس كانت شغاله في نتفليكس وفيسبوك في الكيس انجينيرنج، وعملوا شركه اسسوها في الموضوع ده. جميل في الموضوع ان كل التولز دي 99% ما عدا السيرفيس دي كلهم فري، وتستخدمهم ونستول ليهم وتشغلهم وتجربهم، محدش هيقول لك شيء. الاكثر من كده ان انت ممكن تعمل سيناريوهات خاصه بيك، يعني انا كشخص ما بستخدمش التولز ديت، لكن في اللاب بنستخدم مانجل بتاع في ام وير، لكن بالفعل انا عندي في سيناريوهات طبقا للواقع اللي انا بستخدمه، لان التولز دي ممكن يبقى فيها حاجات زياده، حاجات مش كومباتبل مع الابلكيشن بتاعك، او ان هو سيناريوهات مثلا على ماي اس كيل وعلى بوست جريس، انا مثلا عندي اوراكل او شيء، عندي سيناريوهات لابلكيشن معينه بتشتغل بطريقه معينه الابلكيشن ده مش سبورت ليها او العكس. لذلك انت ممكن لو فاهم الكونسبت بتاع كاوز انجينيرنج هتلاقي ان انت ممكن تعمل السيناريوهات دي بنفسك، تيجي تقول انا هعمل ديسكونكت النتورك، هعمل يوتلايزد على سيرفر، هعمل ديسكونكت
فاير وول ستوب، هل السويتش اوقفه، سيرفر اعمل له شات داون، ابلكيشن اعمل لها ستوب سيرفيس، وغيرها سيناريوهات كتير قوي ممكن تعملها. الباور سبلاي ممكن توقفه، اليو بي اس اشغله، الكهرباء العموم موقفه واشوف اليو بي اس هيشتغل او لا، لو فصلت واحد من الباور سبلاي هيحصل ايه. كل دي سيناريوهات انت ممكن تنفذها وتعتبر جزء من الكاوس انجينيرنج، حتى اعلى مستوى ان انت ممكن تعمل موفينج لسيرفيس معينه في الدي ار وتشوف ايه اللي هيحصل. نفرض ان احنا عند سيناريوهات ديزاستر في الداتا سنتر على مستوى الداتا سنتر بالكامل، وهنقل السيرفيس بتاعتي في الدي ار، هل هي هتشتغل بالشكل اللي انا كنت متوقعه او لا. كل دي تعتبر كيس انجينيرنج. لازم يعني تولز عشان تبقى راجل بتاع كيس انجينيرنج؟ لا، الموضوع ابسط من كده بكتير قوي، وفي عشرات الابلكيشن وعشرات التولز الموجوده عندك ممكن تستخدمها جاهزه، او انت ممكن تعمل السيناريوهات ديت من دماغك شكل ما احنا هنشوف. هنشوف كمان شويه تولز، بعض التولز السايتس بتاعتها. في شركات كبيره زي ما قلنا بتستخدم الكيس انجينيرنج زي نتفليكس وزي اوبر وامازون ودروب بوكس واكسبيديا وغيرها، وعشرات شركات زي فيسبوك وغيرها كلهم بيستخدموا النتفليكسنج عندهم جوه الشركات اللي عندهم. طبعا الحكمه هنا كلها هحطها في دماغك دايما، العرق في التدريب يوفر الدماء في المعركه. يعني كل التعب اللي انت تتعبه وان انت تروح تعمل سيناريو الفيلير حاجه صعبه طبعا، انت يعني بتدعي كل يوم ربنا يسترها، هل انا اروح بالفعل اوقف الدنيا عندي عشان اشوف ايه اللي هيحصل؟ اه صدقني ده يوفر عندك الدماء اللي انت هتحصل يوم ما المشكله دي تحصل وانت ما تكونش مستعد ليها، او الاستعداد بتاعتك ما تكونش في المستوى المطلوب اللي احنا كنا متوقعينه. طيب قبل ما نشوف في الفيديو الثاني لاب، هنشوف بعض الريسورس الموجوده عندي في عالم الكيوس انجينيرنج. لو شفنا تعريف الكيوس انجينيرنج في ويكيبيديا هتلاقي كلام كتير قوي وريسورس عندك كتير قوي. في عندك ويب سايت جميل جدا اسمه برنسبل كيس انجينيرنج، ممكن تستخدمه باكتر من لغه، هيديك كده بريف على الموضوع ده كله. في عشرات الارتكلز والكتب على موضوع الكيس انجينيرنج عندك، ممكن تشوفهم على امازون وعلى جوجل وعلى غيرها. في عندك التولز زي ما قلنا، في تولز فري وهي كتير جدا. لو دخلت هنا مثلا ده جايب لك ريسورس ارتكلز، وهنا هتلاقي ايدوكيشنز، وهنا التولز. دي كلها تولز موجوده عندك ممكن تستخدمها في الكيس انجينير. هتلاقي حتى حاجات متقسمه، حاجات سي اي سي دي تولز، حاجات للكونتينرز تولز، حاجات للابلكيشنز، حاجات للهاردوير، للاس كيو ال. هتلاقي في حتى تولز متخصصه مثلا للكوبرنيتيز، حاجات تولز متخصصه في الكونتينر او السيرفيس مش او غيرها. لو انت في جيت هاب فتحت مثلا زي حاجه زي نتفليكس عامله السيمون ارمي او الكيس مانكي، هتلاقي التولز عندك كتير قوي موجوده كلها فري، ممكن تستخدمها فور فري. هتلاقي هنا ورق ده ريسورس كتير عندك، حتى على السي ان سي اف اللي احنا عارفينها اللي هي الخاصه بالابلكيشن بتاعت الكلاود نيتف ابلكيشن الخاصه بالمايكرو سيرفيس، هتلاقي عندهم في بعض التولز اللي جاهزه ممكن تستخدمها على مستوى الكونتينر او الكوبرنيتيز او على موضوع السيرفرلس عندك. حتى في ام وير، مع ان هي مش مجالها خالص، هي عامله تولز اوبن سورس مفتوحه اسمها مانجل، للخاص بالكاوس انجينيرنج اللي بعث سيناريوهات على كونتينر وعلى كوبرنيتي وعلى الفي سنتر وعلى بعض اللينكس ابلكيشنز. هنشوفها ديت في اللاب الجاي ازاي نقدر نعمل لها انستليشن ونستخدمها عندنا. بالاضافه لكل ده، لو انتم فاكرين ان السيناريوهات اللي انا كنت عاملها يعني ممكن تستغنى عن كل الابلكيشنز اللي ممكن تستخدمها وتبني انت السيناريوهات بتاعتك. ففاكرين انا كنت عامل بعض السيناريوهات على مستوى الهاردوير، على مستوى الستورج، على مستوى السوفت وير، على مستوى النتورك. السيناريوهات دي ممكن تعمل سيناريو سيناريو وتشوف هل انا اقدر اعمل كفر ليه قبل ما ابدا او اعمله، يعني في كفر ليه ولا لا. طيب نجرب نشوف هل الكفر اللي انا كنت عامله ده هل هو بيشتغل بشكل تام ولا لا. بوريك هنا ليه؟ عشان تعرف ان الموضوع كيس انجينيرنج بسيط. انت بتعمل سيناريوهات زي ما انت عاوز، عاوز تستخدم فيها تولز اتس اوكي، ممكن تعملها بشكل مانوال اتس اوكي. لما تشوف الحاجات دي هتلاقي 99% ممكن تظبطها انت مانوال بايدك، ممكن تفصل هارد، ممكن تفصل باور، ممكن تفصل نتورك، ممكن تفصل ستورج، وتشوف ايه اللي هيحصل عندك في الحالات ديت. او حتى على مستوى الابلكيشن ممكن تعمل ستوب سيرفيس، راند سيرفيس، شت داون، ريستارت، ستوب. كل السيناريوهات دي ورق ممكن تعملها بايدك بشكل كبير جدا عندك لو عاوز تستخدم التولز. جميل في الموضوع ان كل التولز الموجوده عندي تعتبر اوبن سورس. بكده ان احنا نكون اتعرفنا على في الجزء ده على ايه هي فكره الكيس انجينيرنج، ايه هي كونسبت من الكيس انجينيرنج، الهيستوري الخاصه بالكيس انجينيرنج، ايه التيمز او الحاجات اللي هنفوكس عليها في عمليات الكيس انجينيرنج، السيناريوهات الخاصه بالكيس انجينيرنج، والتولز اللي ممكن نستخدمها، وعندك ريسورس كتيره جدا
كتب كتيرة جدا موجودة عندك في الماركت، في على فكرة كتب كتير قوي موجودة عندك على أمازون وغيرها بتشرح ليك الكيس انجينيرنج، حتى في كورس على لينكد إن بيشرح فيه الكيس انجينيرنج. كان معاكم خالد دسوقي، ونشوفكم في الدرس الجاي عشان نطبق الكيس انجينيرنج لبعض سيناريوهات الكيس انجينيرنج اللي بنستخدم فيها تولز عندنا. شكرا جدا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.